بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم هيثم شرف. في الحلقة دي بإذن الله هنتكلم على إزاي نقدر نتعرف على الـ Exchange 2010 Email Archiving Solution، زائد إن أنا هقولكوا حاجات جميلة جدا. هنقدر نعمل Export للميل بوكس بتاعي لـ BST File، وأقدر أعكس أعمل Import لـ BST عندي في الـ Exchange، واقدر اعمل اكسبورت لمالتيبل ميل بوكسز لبي اس تي فايلز. تعال معانا نبص ونشوف هنعمل كل الكلام ده ازاي. اول حاجه انا بقول لك ان البي اس تي بقى بالنسبه لنا نايت مير، يعني بقى كابوس. ليه؟ ان انت يعتبر سايب الهيستوريكال داتا بتاعتك كلها في الشارع. يعني في الشارع البي اس تي ده ما هو الا فايل انا بسيف الاولد ميلز عليه كي على اللوكال ماشين. يعني لو انا عندي شركه والشركه دي فيها مثلا 100 موظف وكل موظف عنده بي اس تي فايل، يبقى انا برمي الداتا بتاعتي على 100 ماشين، صح؟ برمي الهيستوريكال داتا بتاعتي على 100 ماشين. طبعا لو الماشين دي حصل لها دامج، الويندوز وقع، حصل لها فورمات باظت، اصبح ان انا حصل لي داتا لوس للبي اس تي فايلز. الا لو انا كنت واخد باك اب، يبقى انا عندي اكتر من تحدي. اول تحدي ان انا عندي بي اس تي فايلز على اكتر من مكنه، ده بيعرض شغلي ان هو يحصل له لوس، ودي داتا قديمه ممكن ارجع لها في اي وقت، يبقى اصبح الداتا بتاعتي مش عندي عند الناس. نمرة اتنين، ان انا محتاج اعدي على واحد واحد فيهم كل فترة اخد باك اب من البي اس تي بتاعه. وفي اغلب الاحيان البي اس تي فايل ده لو عدى 2 جيجا بيحصل له كوربشن اند سو اون. يبقى انا بالنسبة لي البي اس تي فايل ده كابوس، وانا محتاج اخلص منه. طب اخلص منه ازاي؟ الاكتشينج 2010 اداك التول انك تقدر تخلص منه عن طريق انك تعمل للناس اللي هم محتاجين يخزنوا هيستوريكال ميلز عندهم حاجه اسمها بيرسونال اركايف. بمعنى نسهل شويه الدنيا علينا، انا حاليا في اكتشينج 2010 اقدر اعمل 2 ميل بوكس لكل واحد، واحد برايمري ده اللي هو بيسند وريسيف عليه، واحد سكندري ده اللي هو بيسيف الهيستوريكال ميلز عليه. ويقدر، خد بالك، ويقدر يموف الميلز من البرايمري للسكندري ومن السكندري للايه برايمري. وكل واحد فيهم ليه ديسك كوتا لوحده، يعني ليه كوتا لوحده. انا بعمل البيرسون اركايف ده في الاغلب مش لكل الناس. لو انت عايز تعمله لكل الناس ماشي، لكن هو في الاغلب للناس اللي هم ايه في اي بيز، او الناس اللي هم بيحتاجوا ان هم يخزنوا يعملوا سيف للهيستوريكال ميلز بتاعتهم عشان لو هو عايز يرجع لها تاني. طب ايه الفايده من كده؟ الفايده من كده ان كل الميلز بقت عندي. بمعنى ان انا ممكن اعمل 2 داتابيز، واحده برودكشن واحده اركايف، واعمل لكل الناس اللي انا عايز اعمل لهم ميل بوكسز، اعمل لهم ميل بوكس على مين؟ على البرودكشن داتابيز، واللي انا عايز اعمل لهم اركايف اعمل لهم على يعني اعمل لهم السكندري ميل بوكس بتاعهم على الاي اركايف داتابيز، واعمل هاي افيلابيلتي للاركايف داتابيز دي. يبقى انا الدنيا عندي كلها سكيورد، حلو، وانا مش خايف ان يحصل اي لوس لاي ميل، سواء يعني current mail او historical mail. تعالى برضو نتكلم على ال personal archiving، نوضح سنة. احنا قلنا 105 دقايق، قلنا ان انا ممكن اعمل لكل user عندي 2 mail box، واحد primary واحد secondary. الجديد في exchange 2010 ان انا ممكن اعمل له primary وسكندري، كل واحد فيهم على داتابيز مختلفه. كان في الاكتشينج 2010 RTM لا، كان بيجبرني ان انا احط له البرايمري ميل بوكس والسكندري ميل بوكس
على نفس الداتابيز. دلوقتي لا، الدنيا بقت ايه، مختلفة. ممكن اعمل له البرايمري ميل بوكس على داتابيز 1 والسكندري ميل بوكس على داتابيز 2. اوكي، طبعا انا كده بقى عندي فرصة ان انا يعني اقلل ان انا اقدر اعمل بي اس تي فايلز تاني للناس. اوكي، وممكن طبعا زي ما قلت من شوية كده، ممكن اقدر اعمل موفمنت للميلز من البرايمري ميل بوكس فولدرز للسكندري ميل بوكس فولدرز والعكس صحيح. زائد كمان ان انا ممكن بقى عندي الصلاحيه ان انا اعمل اكسبورت للبرايمري ميل بوكس ده لبي اس تي، او الاركايف ميل بوكس ده لبي اس تي، والعكس صحيح. ممكن اقدر اعمل امبورت للبي اس تي فايل جوه البرايمري ميل بوكس او جوه السكندري ميل بوكس، وده اللي احنا باذن الله هنشوفه في الحلقه دي عمل. طبعا ممكن اقدر اعمل جوه السكندري ميل بوكس ده اقسمه فولدرز، واقدر اعمل دراج ودروب من الايه برايمري، والعكس صحيح برضه. اوكي، ده الشكل العام، ده شكل الاكشينج كونسول. ان انا باجي اقف على اليوزر، رايت كليك، بقول له ايه انا عايز اعمل له انيبل اركايف، وبقول له انا عايز اعمل له اركايف على الداتابيز اللي هي الفلانيه واختارها. وطبعا بالشرط ان انا اعمل لكل الناس اركايف. الصح ان انا بعمل للناس اللي هم في اي بيز بس، اللي هم ايه محتاجين عندي ستورج. خد بالك ان كده ان كل واحد هيبقى ليه 2 ميل بوكس، واحد برايمري وواحد سكندري، وده في الاخر بيبقى بالنسبه لي انا ستورج عندي على الاكشينج هارد ديسكس. اهو زي ما انت شايف كده، باجي على الميل بوكس، رايت كليك، بقول له انيبل اركايف، بيظهر لي، معلش هرجع، يظهر لي الشاشه دي، اقول له اما انا مش عايز اعمل اركايف او انا عايز اعمل اركايف، وبيقول لي فين في اي حته انصون. غير كمان انا ممكن عندي الصلاحيه ان انا لو انا عامل سبسكريبشن مع مايكروسوفت اونلاين سيرفيسز، حلو، احط اركايف عليهم، يعني كده يبقى انا عندي كمان ايه افابيليتي ثرو الوان عند مين؟ مايكروسوفت. وطبعا عن طريق الشيل ممكن اعمل ايه، اقول له انيبل ميل بوكس داش ايدنتي، اعمل له اركايف. ممكن اقول له كمان اعمل له اركايف في الحته الفلانيه. بص كده في الميل بوكس بروبرتيز بيقول لك ايه، بيقول لك اليوزر ده اسمه احمد كذا كذا في الاويو الفلانيه، لوجد امتى، ما اعرفش ايه ايه ايه. الميل بوكس داتابيز هو البرايمري ميل بوكس بتاعه محطوط على فين؟ محطوط على البرودكشن داتابيز، انما السكندري اللي هو اركايفد ميل بوكس محطوط على الاركايف داتابيز. يبقى انا دلوقتي عندي صلاحيه ان انا اقدر احط كل ميل بوكس فيهم على داتابيز مختلفه. وبقى عندي صلاحيه في اكستشينج 2010 اس بي 1 ان انا اعمل كمان كوتا للاركايف ميل بوكس ده. مثلا زي ما انت شايف كده، اقول له ان هو اول ما يوصل 50 ميجا، حلو، خلاص كده هو كده وصل للماكسيمم ليميت، اقفل عليه بعد كده. وبرده اديله وورنينج عند الليميت الفلاني اللي هو مثلا هنا اهو 45 ميجا. خد بالك في الاكشينج 2010 ار تي ام كان لازم تعمل كل الكلام ده من الشيل، ما كانش ظاهر عندك في الكونسول. فبقى يعني بعد اذنك لو انت عندك اكشينج 2010 ما عندكش اس بي 1، بعد اذنك نزل السيرفيس باك 1، فيها طبعا 30 فيشر جداد. حلو، يعني فعلا هتلاقي في فرق ما بين الاكشينج 2010 ار تي ام والاكشينج 2010 سيرفيس باك 1. طبعا لو انا عايز اعمل كونفيجر للكوتا عن طريق الاكشينج مانجمنت شيل، بقول له بعد اذنك سيت الميل بوكس الفلاني، اعمل له اركايفنج كوتا كذا، واعمل له وورنينج عند الليمت الفلاني. كل ده باذن الله هنشوفه عملي ونتفرج عليه.
عندي كمان الصلاحية ان انا ممكن اعمل موف لحاجة من الاتنين او الاتنين مع بعض. ممكن اموف البيرسونال او البرايمري من البوكس على داتابيس تانية، وممكن اموف الاركايف من البوكس على داتابيس تانية، او ممكن اموف الاثنين البرايمري والسكندري على داتابيس تانية. ودي زي ما قلت لك مش هتظهر لك الا لو انت عندك سيرفيس باك 1. ده اهو نيو موف ريكويست من البوكس اللي اسمه حسن، هودي الاركايف تارجت داتابيس على البرودكشن داتابيس اند سو اون. خد بالك لما تيجي تعمل واحد اركايفد من البوكس هيظهر لك فين؟ هيظهر لك في الاو كسكندري من البوكس، وهيظهر لك زي ما انت شايف كده اهو باين. ممكن اعمل جواه فولدرز، وهيظهر لك في الاوتلوك العادي اهو اركايف محمد @.com. ممكن اعمل له فولدرز وابدا اتعامل. اوكي هنيجي لحد هنا كده ونقف ونروح نبص على العملي ونرجع تاني. انا حاليا ما عنديش غير ميل بوكس واحد الخاص بالادمنستريتور، عايز ابدا العب. اول حاجه هعملها هبص كده الاول على ميل بوكس على مستوى الاورجنايزيشن. انا عامل اتنين داتابيز، واحد اسمها برودكشن داتابيز، واحد اسمها اركايف داتابيز. تعالى نعمل واحده تانيه عشان برضو ممكن احتاجها. هقول له اسمها مثلا نقول سيلز داتابيز، هحطها فين؟ انا ما عنديش غير وان بوكس. هقول له اوكي نيكست، الباس العادي بتاعي اقول ماونتد داتابيز هيحصل لها كرييشن، وتاني حاجه هيحصل لها ماونت. طيب تعال نعمل ميل بوكس حاجه على الريسيبيت كونفيجريشن، ميل بوكس نيو ميل بوكس يوزر ميل بوكس نيو يوزر. هعمل يوزر اسمه مودي، نيكست. خد بالك انا احط مودي ده هعمل له برايمري من البوكس على مين؟ على البرودكشن داتابيز. بص بيسالني ازاي، بيسالني تحب تعمل له اركايف؟ ممكن اقول له لا دونت كريت انا ايه اركايف، لا معلش اعمل له اركايف وحط. لو انا عملت كده، لو انا سبته كده يبقى هيعمل لي سكندري من البوكس ويحطه على نفس الداتا بيز. انما لو انا قلت له لا انا عايز السكندري من البوكس ده احطه على ايه؟ على اركايف داتا بيز. يبقى انا كده البرايمري من البوكس على حته والسكندري على حته. عندي برضو صلاحيه ثانيه ان انا اقدر اعمل ايه؟ اعمل له اركايف لكن على مين؟ على مايكروسوفت. ده في حاله ان انا عندي ايه سبسكريبشن مع مايكروسوفت. هقول له نيكست، هقول له نيو. خد بالك اللي انا بس عملته ممكن طبعا اعملها عن طريق الشيل. هقول له نيو من البوكس النيم مودي، الالياس مودي، يوزر برنسبل نيم كذا، اسم اكونت كذا، الفيرست نيم، اللاست نيم، الباسورد، والداتابيز بتاعته برودكشن داتابيز داش اركايف. وانا عايز برضو اعمل له اركايف ميل بوكس على الاركايف داتابيز اللي هي اركايف داتابيز. وتعالى نعمل ميل بوكس من غير اركايف، الفيرست نيم جودي، اسف،
احطها برضو على البرودكشن داتابيز. نيكست. عايز اعمل اركايف؟ لا. خد بالك الفرق ان ده جريد يعني لونه جراي وده الازرق العادي. دي معناها اول ما عيني كده تلمح اعرف ان مودي ده ليه اركايف من البوكس. اوكي، يبقى الفرق بينهم عشان اعرف ان ده ليه اركايف ولا لا. خد بالك الاثنين بالنسبه لي ستاندرد من البوكسز، لكن ده جراي معناها ان ده ليه اركايف وده ملوش اركايف. حلو. طيب نفترض انا عايز اعمل اركايف لجودي، ممكن اجي كده رايت كليك اقول له انيبل اركايف واقول له انا عايز اعمل الاركايف ده لوكال، واقول له عايز اعمل الاركايف على مين؟ على الداتابيز اللي اسمها اركايف داتابيز، واقول له اوكي. اقول له اوكي اصبحت هي كمان جراي، دي معناها ان هي بقت اسمه ده بقى ليها اركايف من البوكس. ممكن اجي على الاثنين كده واقول له ايه، انا عايز اعمل ديسيبل للاركايف اهو. ار يو شور يو ونت تو ديسيبل اركايف من البوكسز فور اتنين ريسيبيانتس؟ اقول له ايوه. يرجعوا تاني زي ما هما، يبقى كده كده انا ايه لغيت السكندري من البوكس من عليهم. طب تعال كده عن طريق الشيل، تعال نعمل يوزر. احنا بنجرب يعني بنحاول نجرب كل حاجه. اقول له انا عايز اعمل نيو من البوكس، النيم بتاعه ايه؟ تعال نكبر كده معلش، نعمل كتير بس للشاشة. نيو من البوكس النيم سميه بدر، الفيرست نيم سميه بدر، اللاست نيم سميه محمد، اليو بي ان سميه بدر ات كوكا دوت كوم. ايه تاني؟ حطه في الاو اسمها يوزرز. الياس خليه بدر. بص دي بقى داش اركايف، انا عايز اعمل له ايه؟ اركايف من البوكس. على اني داتابيز اقول له اركايف؟ اركايف دي بي. اقول له اوكي، هقول له الباسورد ايه؟ هقول له الباسورد كذا. خد بالك عمل لي ميل بوكس مبادر عشان يظهر، اقول له ريفرش. خد بالك هيظهر لي جراي. طب انا ممكن اعمل لجودي اركايف عن طريق الشيل. ايوه، هقول له انيبل ميل بوكس ايدنتي جودي، الاركايف نيم اللي هيظهر ليتل جودي، هعمل لها اركايف. ايوه الاركايف داتابيز اسمها اركايف داتابيز، دي معناها ان انا هعمل جودي اركايف من البوكس وهيظهر لي في القوة باسم ليتل جودي، وهو الاركايف وانا هرمي الميل بوكس ده على اركايف داتابيز اسمها اركايف دي بي. خد بالك لو اعمل بس ريفرش الاقي هي بقت ايه؟ جراي زي ما انت شايف كده. حلو. طيب لو انا عايز اعمل كوتا هعمل ايه؟ هاجي على جودي، هاجي على ميل بوكس فيتشر. خد بالك الاركايف شوف هو هيظهر باسم ايه؟ ليتل جودي. طب عايز اعمل كوتا هاجي على الميل بوكس بروبرتيز واجي على اركايف كوتا،
واقول له انا عايز كوتا مثلا تبقى 50 ميجا، 100 ميجا، وورنينج عند كذا، عند 45 ميجا زي ما انا عايز. طبعا الاركيد كوتا ده اوبشن كونفيجربل، يعني عايز تزود عايز تقلل زي ما انت عايز. اوكي، وبرضو ممكن اعمله عن طريق الشيل، هقول له مثلا سيت الميل بوكس بتاع جودي اهو اركايف ورنينج كوتا، خليه 900 ميجا، الاركايف كوتا خليه 1 جيجا. تعال نبص عليها، طبعا عم بس فريش. تعال على جودي، تعال على كيف كوتا بقت كام، كوتا نفسها بقت 1 جيجا، والورنينج بقى 900 ميجا. طب تعالى آخر حاجة قبل ما نطلع من موضوع كوتا ده، تعال نخش على جودي. تعال نبص عليها عن طريق اللي هو عايز اعرف هيظهر لي فين. ده البرايمري من بوكس بتاع جودي، خد بالك ظهر لي سكندري من بوكس باسم ليتل جودي. ممكن اجي كده عليه واقول له انا عايز اعمل نيو فولدر، اقول له دي مثلا الميلز بتاعت 2011 ودي الميلز بتاعت 2012، وابدأ اخد ميلز من هنا احطها في الـ في الانبوكس، واخد ميلز من الانبوكس اعمل لها موف واوديها ليتل جودي حتة فنية، ابدأ اعمل موفمنت زي ما انا عايز براحتي. ونفس القصة برضو هيظهر لي في الاوتلوك العادي برضو تحتيها كده، حلو ان انا عندي سكندري ميل بوكس اسمه كذا وتحتيه فولدرز بتاعتي، واقدر اعمل موفمنت من البرايمري للسكندري ومن السكندري للايه برايمري ميل بوكسز. يعني اظن كده احنا غطينا موضوع الاركايف كامل. برضو تعالى نبص كده، جايز احنا نسينا منه حاجة. بصينا بقى لنا حاجة، معلش انا اسف. تعال بص كده برضو، بص لما اجي اعمل بقى ايه نيو لوكال موف، عايز انقل، خد بالك عايز اعمل موف للميل بوكس ده للميل بوكس معينه، بيقول لي انت عايز تنقل الميل بوكس بس اللي هو البرايمري ميل بوكس، اقول له ايوه انقله على ايه السيلز، خد بالك بس. طب تعال بس قبليها كده اقول له كانسل، تعال بص على جودي، خد بالك الميل بوكس بتاعها فين برودكشن، والاركايف على فين داتابيز، صح؟ طب تعالى نعمل كده لوكال موف، بيديني 3 اوبشنز، اول واحد ان انا انقل البرايمري، نمرة 2 انقل السكندري، نمرة 3 انقل الاثنين على السيلز او اسف على اي حاجة. تعالى ننقل ال ميل بوكس بتاعها على السيلز مثلا، وال الاول احنا برضو بنحاول نطبق اكتر عملي ممكن. طبعا اي علامة خضراء دي معناه ان هو ايه بيتنقل. ابص على الموف ريكوست،
لسه بيحصل له move refresh completing، كده معناها ان هو ايه خلاص اتنقل. دي جاست هي نوتيفيكيشن بتقول لي ان هو بيتنقل. ارجع تاني من البوكس اعمل بس ريفرش، العلامه الخضراء دي هت ايه هتختفي. تعال بص عليه، هو راح السيلز. طبعا كان ممكن انا انقل الاثنين على داتابيز واحده او انقل واحده زي ما انا عايز. يبقى اصبح ان انا عندي الفلكسبيليتي ان انا انقل اما البرايمري ميل بوكس او السكندري ميل بوكس او الاثنين مع بعض على داتابيز ثانيه. اوكي طيب، يعني نرجع تاني للسلايدز. يبقى احنا كده يا جماعه غطينا موضوع البيرسونال اركايف كامل مكمل. خد بالك ده اللي هو ظهر لنا اهو، ظهر لنا سكندري ميل بوكس، وده ظهر لنا سكندري ميل بوكس في الاوتلوك العادي بتاعنا. تعالى بقى نروح لموضوع تاني خالص، موضوع ان انا اعمل اكسبورت للميل بوكس بتاعي على بي اس تي، او اعمل اكسبورت للاركايف ميل بوكس بتاعي على بي اس تي. خد بالك ركز معايا، انا بقى عندي صلاحيه ان انا اعمل ايه، ان انا اقدر ركز معايا اقدر اعمل اكسبورت للميل بوكس بتاعي على بي اس تي فايل، اوكي، واقدر اعمل اكسبورت للاركايف ميل بوكس بتاعي اللي هو السكندري ميل بوكس على بي اس تي، واقدر اعكس اقدر اعمل امبورت للبي اس تي في البرايمري ميل بوكس، واعمل امبورت للبي اس تي في السكندري ميل بوكس. تعال نبص ازاي. اول حاجه طبعا حلو، ازاي اعمل اكسبورت للبي اس تي فايل بتاعي. اوكي نمره واحد، هفتح الاوتبوت بتاعي من على فايل اوبن، ماشي، الاقي اكسبورت، هعمل اكسبورت لايه، هعمل اكسبورت لبي اس تي فايل. اوكي هعمل له بي اس تي، ده ان انا ايه بعمل اكسبورت لايه لبي اس تي فايل عشان اخزنه عندي. ده اكسبورت من الاوتلوك لايه بي اس تي، وهنبص عليها كمان شويه. طيب ازاي اقدر اعمل امبورت لبي اس تي في البيرسونال اركايف؟ اول حاجه تعمل اكسبورت للبي اس تي من الاوتبوت بتاعك اللي هي عن طريق الشاشه دي. نمره اتنين، هتعمل حضرتك نتورك شير على اي فايل سيرفر عندك، وتحط فيه البي اس تي فايل اللي انت عملت له ايه اكسبورت. نمره ثلاثة، في الشير فولدر ده هتدي صلاحيه لجروب اسمها اكتشينج تراستد سب سيستم، تديها صلاحيه ريد ورايت. حلو، ودي ال يعني دي جروب من الاكتشينج جروبس، وحدي رول بتاعت الميل بوكس امبورت اكسبورت للادمن عشان يقدر يعمل اكسبورت وامبورت. باي ديفولت الادمن ما يقدرش يعمل اكتر من حاجه، يعني عشان يقدر يعمل اكسبورت وامبورت، خد بالك في اكتشينج 2010 مش معناها ان هو ادمنستريتور ان هو يعمل كل حاجه، لا، ملوش اكتر من صلاحيات، لازم انا اضيف له صلاحيات عشان يقدر يعمل اكتر من تاسك. فهو باي ديفولت ملوش صلاحيه ان هو يقدر يعمل ايه؟ يمبورت اي حاجه في اي حاجه من في الاكشينج، واكسبورت اي حاجه من الاكشينج. لازم انا اديله الصلاحيه دي. بعديها برن الكوماند ده اللي هو نيو ميل بوكس امبورت اكسبورت، واما بامبورت على البرايمري ميل بوكس او على الاركايف ميل بوكس. تعال نبص القصه دي بتعمل ازاي قبل لما نروح للاكسبورت بي اس تي. تعال بقى نروح نفتح الاوتلوك من على اي مكنه ويندوز 7. تعال نعمل مانوال كونفيجريشن،
ايوه معلش، لازم افتحهم من الكنترول بانل. بروفايل، لو مانيوال عايز اعمل بس كونكشن لجودي دوت كوكا دوت كوم. نيكست كوكا جودي باسورد. اوكي فينيش. اجي افتح اوتلوك بتاعها، انا كاني كده دلوقتي فاتح ماشين ويندوز 7. طبعا انا منزل الاوتلوك على نفس السيرفر، طبعا ده غلط، ده عشان بس تيست فقط لا غير، بعمل له تيست. لكن دلوقتي تخيل كده ان انت قاعد على مكان ويندوز 7 وعملت لوجن بجودي وفتحت الاوتلوك، فهيعمل لك اوتو ديسكفر وعلى طول يعمل لك كونفيجر لمين؟ للجودي ميل بوكس. طب انا عايز اعمل اكسبورت، ايوه عايز اعمل اكسبورت للميل بوكس ده لبي اس تي. هعمل ازاي؟ هقول له فايل اوبن امبورت. لا انا عايز اعمل مش بقى امبورت، انا عايز اعمل اكسبورت تو فايل. هات اكسبورت الايه؟ هاكسبورت البي اس تي فايل. اوكي هاكسبورت للميل بوكس كله بكل السب فولدرز اللي تحتيه. نيكست. خليه بره على الديسكتوب، سميه جودي بي اس تي. اقول له فينش. لو انت عايز له باسورد ممكن اقول له اوكي. اروح ابص جودي بيستي كده. انا عملت اكسبورت. ده اللي احنا عملناه اول خطوه، ان انا عملت اكسبورت لل اوتلوك لايه بيستي. سهل جدا. طيب تعالى بقى ننتقل للخطوه الثانيه، ان انا اعمل امبورت للبي اس تي اللي انا اخدته ده بتاع جودي ده، احطه في اعمل له امبورت على ميل بوكس. يعني كانك خدت بي اس تي قديم وجيت تعمل له امبورت على ميل بوكس في اكتشينج 2010، يا اما تعمل له امبورت على البرايمري ميل بوكس او على السكندري ميل بوكس بتاع الشخص نفسه. تعال نبص. زي ما قلنا اول حاجه اعمل بس اكسبورت للبي اس تي مع طريق الاوتلوك، بعد كده اعمل كاري فولدر شير، بعد كده ادي صلاحيه ريد ورايت للاكتشينج تراستد سب سيستم، بعد كده ادي صلاحيه الرول بتاع ميل بوكس امبورت اكسبورت للايمين للادمنستريتور عن طريق الاكتشينج مانجمنت كونسول. تعال نبص عليه. اول حاجه تعال على السي ونعمل فولدر ونسميه ايه؟ شير. اوكي او بلاش هنسميه خلي شير وخلاص. احنا هنشوف. نمرة اتنين تعال نحط جواه البي اس تي بتاع مين؟ بتاع جودي. تعالى نخليه شير، هقول له ادفانس شير، هشيره طبعا مش صح افري ون تراستد طبعا حدي ادمن عليه فول كنترول. وحدي الـ Trusted Exchange Trusted Subsystem.
وهاجي في السكيورتي وادي الاكشينج تراستد سب سيستم اللي هم الناس دي، هديهم فول كنترول على الكلام ده. نمرة اتنين هروح عن طريق الاكشينج كنترول بانل تعال الاول بس نعمل ميل بوكس كليك معايا كده. نعيد بس انا قلت لك انا عملنا ايه. انا عملت فولدر اسمه شير وده حطيت فيه الجو دي بي اس تي وعملته شير ودي بيرميشن للاكشينج تراستد سب سيستم زائد الادمنز فول كنترول في الشيرنج وفي السكيورتي. ايه تاني ممكن اعمله؟ حطيت فيه البي اس تي بتاعي لان عايز اعمل له امبورت على اي ميل بوكس برايمري او على اي اركايف سكندري زي ما انا عايز. نمره اتنين اخش بالاكشينج مانجمنت كونسول اخش باليوزر اللي هو ادمن. اليوزر ده ادمن هيثم ده اخش على الاي سي بي على الرولز. استنى بس تبقى اكتف بالنسبة لي. خد بالك ان كده في جروبس ملهاش صلاحية. يعني تعالى مثلا على اورج مانجمنت دي خد بالك الجروب دي معاها رولز ايه؟ معاها رولز اكتف دايركتري ادرس ليست وي 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 لكن معهاش صلاحيه الامبورت اكسبورت. خد بالك مفيش اي حاجه خالص خاصه بالاكسبورت امبورت. يعني الاورجانيزيشن مانجمنت اللي هي اكبر جروب عندي ملهاش صلاحيه ان هي تعمل اكسبورت لميل بوكس وتعمل امبورت لايميل بوكس. طب انا اعمل ايه ساعتها؟ حلو انا عايز اضيف لها رول جديده حاجه على ايوه اهي ميل ميل بوكس امبورت اكسبورت. This rule enables admins to import and export mailbox content and to purge unwanted content from a mailbox. يبقى انا محتاج اديهم الصلاحيه دي. هقول له اوكي هسيف اوكي. طيب كده بقى اديته صلاحيه معلش انا هضطر اعمل لوك اوف عشان بس هو يحس بالجديد مش هتاخد ثانيه.
هفتح الاكشينج كونسول وهفتح الاكشينج مانجمنت شيل. وادي الكونسول هيفتح، ابص على الشيل والشيل فتح، حله بس كلير. كده انا كل اللي عملته هرجع بس معاك تاني، هراجع معاك شيرد فولدر، مدي بيرميشن لل exchange trusted subsystem read write في الشيرنج وفي الايه وفي السكيورتي، حط جواه البي اس تي اللي انا عايز اعمله امبورت عندي في الاكشينج. دخلت بالاكشينج كنترول بانل، اديت صلاحيه للاكشينج للاورجانيزيشن مانجمنت جروب ان هي يبقى ليها صلاحيه ثانيه ان هي تبقى تعمل امبورت واكسبورت للايه من البوكسز. تعالى بقى نروح نرجع تاني للسلايدز عشان اقول لك عشان تمشي معايا لو انت شغال معايا في نفس الوقت. انا بحاول اعمل كل حاجه قدامك عشان تبقى انت شايف ايه اللي بيتعمل، ونراجع برضو اكتر من مره. اكسبورت بي اس تي فايل عملناه، حطينا فولدر شير، ادينا ريد ورايت للاكشينج تراستد سب سيستم جروب عليه، عملنا اساين للرول اسمها ميل بوكس امبورت اكسبورت للادمنستريتورز عن طريق الاكشينج مانجمنت كونسول. هعمل امبورت ازاي؟ هقول له انا عايز اعمل نيو داش ميل بوكس امبورت ريكوست. الميل بوكس اسمه ايه؟ ايمان. واقول له ده اركايف ميل بوكس، واشاور له على الباس. تعال بقى نعمل ميل بوكس جديد ونجرب عليه كل حاجه. تعال نقول عايز اعمل نيو ميل بوكس. الميل بوكس ده مثلا سميه تامر، حطه على اي داتابيز انت عايزه، خليه على البرودكشن. عايز تعمل له اركايف، بالمره نعمل له اركايف ونخليه على اركايف داتابيز. اوكي اتفقنا. تعال نبص نخش بتامر، هقول له كوكا تامر الباسورد باسورد، خش تامر الانبوكس فاضي، البيرسونال اركايف فاضي، مفيهوش اي حاجه خالص. طيب تامر ده نفترض ان كان عنده بي اس تي قديم وعايز يعمل له امبورت في الميل بوكس بتاعه او في السكندري ميل بوكس بتاعه، يبقى هستخدم النيو ميل بوكس امبورت ريكويست ان انا هامبورت في الاكشينج، يا هامبورت في الميل بوكس العادي يا هامبورت فين في الاركايف، وادي له الباس اللي هو ايه الشيرد باس. تعال نعملها مع بعض ونشوف العمل ازاي. انا فاتح كده الاكشن شيل، انا هنزله عشان برضو ايه نبقى احنا شايفين الكوماند ماشي ازاي. هقول له انا عايز اعمل نيو ميل بوكس امبورت ريكويست، انا عايز امبورت حاجه في الاكشينج.
هيسألني طب في انهي ميل بوكس؟ هقول له في الميل بوكس بتاع ايه؟ واحد اسمه تامر. لو انا عملتها كده اهو، ممكن اقول له الفايل باس واديله الفايل باس بتاع الايه؟ البي اس تي بتاع جودي، اللي هو على الشورت فولدر اللي هي اللي هو الاكستشينج تراست سب سيستم واخده عليه بيرميشن. لكن كده هيعمل لي امبورت في البرايمري ميل بوكس. ممكن اقول له لا انا عايز ايه في الايه، حطه لي في الاركايف ميل بوكس بتاعي. تعال نجرب كده مره ومره كده. قول له الفايل باس احنا حاطين على الشيرت فولدر ده، على شير، على جودي بي اس تي حسب ما افتكر، انتر. فعلا عمل لي امبورت. طب انا شايف في حاجه زي كده، ممكن اقول له ايه، اخش بالميل بوكس بتاع تامر ده اشوف فعلا حصل امبورت ولا ما حصلش امبورت. ابص كده البوكس بتاع تامر ده فاضي، البيرسونال اركايف مليان، وفي الميلز بتاعت مين؟ جودي. يبقى فعلا عمل لي امبورت من البي اس تي للميل بوكس عدل. ممكن العب معاه تاني اقول له انا عايز امبورت، لكن معلش بلاش في الاركايف كده في الاي داتابيز، بدل ما قال لك كده كيود يعني راجل شغال. اعمل بس ريفرش، اطلع فوق في الميل بوكس بتاع تامر الاقي الميلز جايه حالا. يبقى انا ممكن اعمل امبورت للبي اس تي عندي في الميل بوكس العادي او في الاركايف زي ما انا عايز. سهله جدا، اسلوب بسيط. حلو كده، يبقى احنا غطينا جزئين، غطينا جزء البيرسونال اركايف وغطينا جزء الامبورت. تعال نروح للاكسبورت، نفس الفكره بالظبط، مفيش جديد خالص. حلو، بعمل نتورك شير، بدي ريد ورايت بيرميشن للاكستشينج تراست سب سيستم، باساين رول ميل بوكس امبورت اكسبورت برضو للادمن عن طريق الكونسول. بدل بقول له بقى نيو ميل بوكس امبورت، لا بقول له نيو ميل بوكس اكسبورت. اوكي تعال نبص، وبرضو بشاور له على الفايل باس. تعال نبص عليها، هقول له نيو ميل بوكس اكسبورت ريكوست. دلوقتي انا عايز اكسبورت الميل بوكس بتاع مين؟ بتاع تامر. طب انت لو كده على طول اقول له الفايل باس، يبقى هيرمي لي، او تعال نعملها عملي كده، هيرمي لي البرايمري ميل بوكس بتاع تامر اهو على اكستشينج 01، على شير، على تامر، تامر بي اس تي دوت بي اس تي. خد بالك كده عمل ايه، كده عمل اكسبورت للميل بوكس بتاع تامر، حاطه بي اس تي فايل على الفولدر ده او على الباس ده. تعال نروح للباس ده، شير، الاقي تامر بي اس تي، ممكن بعد فترة اعمل له امبورت في اي ميل بوكس تاني اند سو. يبقى احنا كده قدرنا نلم حاجة مهمة جدا جدا، الاكسبورت والامبورت. الناس فاكر ان هي صعبة جدا. تعالى برضو عشان يبقى احنا خلصنا الاكسبورت والامبورت دي، ممكن اقول له كده بدل الفايل باس اقول له از اركايف، دي معناها اعمل لي اكسبورت للاركايف ميل بوكس مش للبرايمري ميل بوكس على الفايل باس ده. اطلع سنه فوق معلش، اقول له الباس ده اللي هو كوكا داش اكس 01، على شير، على عايزين برضو نغيرها، نقول له تامر اركايف بي اس تي دوت بي اس تي. واخد بالك
برضو شير، يبقى ادي البرايمري من البوكس بتاع تامر، انا عملت له اكسبورت على بي اس تي، وادي السكندري من البوكس بتاع تامر عملت له اكسبورت على بي اس تي. تعال نشوف حاجه مهمه جدا، معلش انا هاخد كارت الحاجات دي احطها كده على الروت، جايز استخدمها بعد كده. حلو، وافضي الفولدر الشير ده. طيب تعال نعمل ايه، انا عندي اكتر من البوكس دول كلهم، عايز اعمل لهم بلك اكسبورت، اعملها ازاي؟ وده جديد، ده اخر حاجه باذن الله معانا النهارده، لان انا هعمل اكسبورت لمالتيبل ميل بوكسز على بي اس تي فايل. طيب انا هاخد الكوماند ده واشرحه لكم واحده واحده، هقول له كابي واروح للشيل، هعمل بس كلير للصفحه عشان تبقى انت شايف، واقول له بيست. بيقول ايه الكلام ده؟ بيقول لا معلش، هو اسف هو طبقه، انا غلطان معلش. تعال ناخد ده كوبي واشرح لكم تحتيها، فور ايتش لكل ميل بوكس هات لي الميل بوكس كلها واعمل لي نيو ميل بوكس اكسبورت ريكويست، اعمل لي اكسبورت ليها داش ميل بوكس لكل الميل بوكسز بكل الكريتيريا، وارميها لي على الباس ده. انا بس هغير في الباس عشان الباس ده غلط. كوكا داش اي اكس داش 01 على شير، واعمل لي الياس او بي اس تي فايل بالالياس بتاع كل واحد فيهم. هاخد الكوماند ده زي ما هو كوبي واروح على تشيل، اقول له بيست. خد بالك عمل لي ايه، عمل لي اكسبورت للميل بوكس كلها زي ما انت شايف كده، على مين؟ على الباس بتاعنا. تعال نروح لشير، خد بالك بدون اي تعب بدون اي مجهود، والكوماند كمان شرح نفسه، بيقول لك هات لي الكوماندز اسف كل الميل بوكسز وطبق لي نيو ميل بوكس اكسبورت ريكويست، وارمي لي الحاجه على الباس ده وباسم كل واحد فيهم. بكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الحلقة دي، وانجزنا فيها اكتر من حاجة، حاجات مهمة جدا. قدرت اتعرف على ايه البيرسون اركايف، قدرت اقدر اعمل لكل واحد برايمري وسكندري ميل بوكس واعمل كودة للاتنين، قدرت اعمل حاجات مهمة جدا، قدرت يبقى عندي بي اس تي قديم اقدر اعمل له امبورت عندي في الاكتشينج، اقدر اعمل اكسبورت من الاكتشينج على بي اس تي، اقدر اعمل بلك اكسبورت لمالتيبل ميل بوكسز على بي اس تي فايلز. وانا شايف ان دي حلقه يعني حلوه جدا وفيها يعني حاجات ماتش مور ادفانس شويه. حلو، والحمد لله احنا كده ايه خلصنا الحلقه دي، وشكرا ليكم ولمتابعتكم معايا.